مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم من جديد إلى فقرة ضيف الغرفة. إذا يعيش التلاميذ وأوليائهم على حد سواء هذه الأيام على أعصابهم، حيث يهيمن عليهم الخوف والقلق من دخول فترة الامتحانات. هذه الفترة الحساسة التي يجب التعامل والتجاوب معها بطريقة صحيحة. كيف يجب مرافقة أبنائنا التلاميذ، وماذا يجب على الأسرة أخذه بعين الاعتبار في هذه الفترة بالتحديد؟ كل هذه الأسئلة وأخرى نجيبكم عليها رفقة ضيفتي هنا في الاستوديو خديجة بوغندكجي نواري. صباح الخير مدربة وعي وحياة. أهلا بك سيدتي. شكرا على الدعوة. أهلا بك. في هذه الفترة دكتور خديجة يدخل التلاميذ في فترة الامتحانات، الأولياء يدقون نوعا ما ناقوس الخطر، كيف يجب أن نتعامل مع هذه الفترة؟ كيف يجب مرافقة التلميذ سواء في الوسطين، الوسط الدراسي وأيضا الوسط العائلي؟ نعم، احنا نعرفوا بلك هذه الفترة مضغوطة وفي كل بيوت يتواجد خوف وتوتر، وهذا الجو المشحون رايح يأثر سلبا على التلاميذ وعلى الأولياء. لأن الأولياء يسعون طوال الوقت على خلق يعني تحفيز لكن بالطريقة الخاطئة، والطفل مضغوط بثقل الاستعداد لهذا الامتحان، حفظ كل المواد والمراجعة المدققة، وبالتالي مراعاة والطريقة الصحيحة حتقلل وتساعد في خلق يعني والاستمتاع بجو ممتع، وبالتالي على وجود النتائج الجيدة. للأولياء أولاً نعرفون الأمهات والآباء، لكن الأمهات أكثر يعني حريصات على المراجعة. بالتالي احنا نعرفوا سلمى أنه الاستعداد للامتحان مش حيكون فترة يعني مقربة للامتحان، نعم، ليس ليلة الامتحان، إنما قبل الامتحان. نعم، يكون فترة يعني بعيدة حتى الطفل والأولياء يكون عندهم الوقت ويراجعوا بارتياح. نعم. يعني إذا كانت عندي 10 مواد ما نقدرش أنايا في ظرف يعني يومين اللي يكون هو الويكند راني رايحة نستوعب كل هذه الأمور. أكيد. لا، لذلك من المستحسن للأم إذا كان الطفل تاعها أكثر من 9 سنوات كما قلت تدمجوا معها وتحط برنامج للمراجعة، تخطط معاه وتشوف على حساب القدرات تاعو. القدرات تاعو الى نوليدي مثلا متفوق في الرياضيات نروح نشوف ماده اللي هو متوسط فيها ولا لازم يدرسها اكثر حتى يقدر يدير ميزانيه ويكون يعني له نتائج مقبوله. نعم. ايضا من المستحسن على الامهات انهم ما يستعينوش بالصراخ بالتهديد، يمكن في بعض الاوقات التوبيخ، لانه هذه السلوكيات راهي رايحه تخلي الطفل تاعي منحبط، حتخلي الطفل تاعي يعني في حاله كآبه، وبالتالي مش حيساعدوا هذا السلوك هذا والاسلوب هذا باش يروح يراجع للامتحانات تاعو. بل انا نحفزه بكلمه طيبه بتشجيع، ابني انا نعرفك بلك انت قادر، هذا الامر سهل، تعالى نحطه مع بعض نعاودوا نشوفوا طرق. نعم. جديده حتى نخلي الابن تاعي ترغيب اكيد في الدراسه، اكيد ترغيب بالطريقه الجيده بالتحفيز بالكلام المحفز، بالتالي هذا الطفل هذا راه رايح يحب يجي معايا ويراجع. ايضا على الأولياء أن يستعينوا بالهدوء، لأنه البيئة الهادئة حتخلي الطفل تاعي يركز. ما نقدرش أنا راني نراجع الابن تاعي والتلفازة يعني صوتها عالي والأطفال من هيك يلعبوا، بالتالي حيكون تشويش الابن تاعي أو العقل تاعو مش حيركز. الذاكرة البعيدة المدى مش حتساعده باش يسجل ومن بعد يوم الامتحان حيجبد هذا المعلومات على الورقة. نعم. لا، لذلك البيئة الهادئة هي رايحة تساعد ابني خلال يعني المراجعة تاعو. ايضا الام اللي تعمل لازم تعطي لنفسها قسط من الراحة حتى تكون هي محتوية للاطفال تاعها. نعرفوا بلك هذه الفترة يعني كل واحد عنده الالتزامات تاعو، لكن هي لما تعطي قسط من الراحة تكون مستعدة. نعم. مستعدة في مرافقة الأطفال تاعها. أيضا عندنا أنه الطفل تاعنا لما يكون يراجع لازم نراعيه الحالة الفيزيولوجية تاعو. إذا كان ابني يقول لي ماما أنا تعبت، نعطي له قسط من الراحة نخليه يروح، وهذا القسط من الراحة سلمى حيخلي الذاكرة عفوا ترتاح، وبالتالي يعاود يجدد التركيز تاعو، لأنه الطفل الصغير ما عندوش نفس التركيز
كي الطفل يعني البالغ ولا الراشد، يعني التركيز تاعه مختلف. أكيد لذلك حتى أنه الأطباء يقولوا أنه فترة التركيز تكون في 15 دقيقة لا أكثر. أكيد ممتاز، شكرا جدا على هذا التدقيق. لأنه الطفل هذا يا من بعد رايح يكره كما احنا نقولوا بالعامية يمل، ومن بعد خلاه ما يوليش يتجاوب لك مع واش راكي رغبة انتية أنك تتوصلي له ولا تساعديه أنه يتحصل عليه. لذلك القسط من الراحة هذيك الفترة الاستراحة مهمة، تساعد الطفل التاعي في تجديد التركيز وفي تجديد الرغبة تاعه. أيضا الأولياء لازم يراعيوا كاش نقول لك أنا، يراعيوا القدرات. نعم. كاين أطفال اللي أنت راك عارفة بلك الطفل تاعك مثلا راهو ضعيف ولا متوسط، ما تخليش يعني كل المواد على الأخر، لا، لانه الذاكره هذه مش حتسجلك وبالتالي راهو رايح يخدم هو ويحس بلك هذاك، يعني يحس الجسد تاعو بلك هو راهو صدر التوتر والخوف، وبالتالي ماهوش حيتحصلك على النتائج اللي راكي رغبتها. ايضا لما الابن تاعي يروح الامتحان ويعود خلاه ما ركزوش على الامتحان اللي فات، نركزوا على الامتحان اللي راهو جاي، بالتالي انا نبقى ايجابيه معاه، نزيد كما قال نولد له الشعاع ولا نولد له الامل بلك مازال فيه امكانيات، مازال عندك امتحانات اخرى، وبالتالي نخلي الابن تاعي ايجابي طوال الوقت. طيب جميل، قلتي في خضم حديثك قلتي أن هناك بعض الأولياء هم من يضعون الضغط الإضافي للطفل. كيف يجب ضبط النفس للأولياء في هذه الفترة؟ كيف يجب عليهم التعامل من أجل ضبط نفسهم، من أجل تهدئة نفسهم، من أجل ما يضيفوش هذا الضغط الإضافي للتلميذ؟ نعم، يستطيعون الأمهات أو الآباء أن يستعينوا بالتنفس الاسترخائي اللي حيقللهم من حالة التوتر. هو أنه يكون جالس ولا تكون جالسة في الصالون وترخف البطن تاعها كما راني نوري لكم هنا، وتخرج البطن تاعها وتتنفس بعمق، ومن بعد تعاود تكرر هذه العملية حتى الضغط الدموي تاعها يقل وهرمون الكورتيزون يبدا يستابيليزي يعني يتوازن، وبالتالي يعاود يجدد هذا الأكسجين في العقل وتكون هادئة. مهمة هذه العملية لكل من يحس بالتوتر يستعين بهذا التنفس الاسترخائي. ايضا ممكن ايضا التلاميذ يستعينوا بهذا، اكيد 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 نقطة. شكرا على تنبيه على هذه النقطه. التلاميذ ايضا يقدروا يستطيعوا ان يستعينوا بهذا التنفس الاسترخائي باش يقلوا من التوتر تاعهم. ايضا انه قلت لك الامهات الماكيتات في البيت يعطيو قسط من الراحه، يعني بعد ما يكملوا المهام تاعهم تعطي قسط من الراحه وتسترخي فيه، يمكن تنام او تتفرج على التلفزه ولا تدير رياضه ولا اي كان الحال، باش لما يجيو الاطفال تاعها تكون مستقبلتهم بهدوء، هي تكون هادئه وبالتالي الجو يكون مريح ومستمتع. طيب هناك بعض الأولياء يأخذون على عاتقهم أو يرون أنه من الضروري مرافقة الطفل في رحلة المراجعة وفي رحلة الاختبارات، هل اليوم أصبح من الضروري أن نعطي لابننا تلك المساحة ليأخذ مسؤولية مراجعة المراجعة لنفسه؟ نعم نعم، مهم جدا أنه نعلم الأطفال تاعنا أنهم يستعينوا بأنفسهم، لأنه هذا تعلق، والطفل هذا يصبح مش قادر على فتح الكراس أو على الكتاب إلا ما كانش الأم تاعه متواجدة جانبه ولا الأب تاعه. هذا أكبر خطأ، هذا أكبر خطأ. لا، أنا نعلم ابني، قال نشرح له أنا راني ندير في المهام تاعي في المنزل، مش راني بعيدة عليه، لكن نخلي له هذيك المساحة. مثلا راني في المطبخ، أنا راني نحضر في العشاء تاعي وابني جالس على المائدة، راه هو يعمل في المهام تاعه وأنا نعمل المهام تاعي. لما يستعين ابني يقول لي ماما أنا نسحقك شوفي لي، يعني يمكن راني خاطئ ولا نروح نشوف، نصح نخليه يتكل على نفسه، ياخذ تلك المساحة. أكيد لازم يأخذ هذه المساحة باش يأمن وباش يعرف بلك هو عنده القدرات. لأنه يوم الامتحان مش حتكون معه الوالدة تاعه، مش حيكون معه الأب تاعه، وما الأب والأم ما يحسوش بهذاك التعب، ما يحسوش بهذاك التوتر، لأنه طفل واحد
لا ربما ممكن انه نعالج هذا الامر، لكن اذا كان ثلاثة او أربعة مش بالسهل للام ولا للاب انه يقعد يعني طوال الوقت بجانب خاصة اطفاله، خاصة اذا كانوا في أكيد. واحد ابتدائي ثاني متوسط. نعم. اختلاف الاختلاف يعني سنوات أكيد. ممكن هنا يخلق حقيقة صعوبة للام، صعوبة وتوتر وجو مكهرب يعني. نعم. يولي يعني هذا ضغط مستمر. طيب دكتور خديجة، هناك بعض التلاميذ نشوفوا أنه طوال السنة يدرس، طوال السنة يعمل، يجيب نتائج إيجابية، لكن في وقت الامتحان يصرى تدهور في النتائج. إلى ماذا نرجع هذا؟ هل هذا الخوف أم التوتر أم الضغط الإضافي؟ نعم، هذا راجع للخوف. نعم. لأنه يمكن أن الوالدة أو البيئة التي هو يتواجد فيها مشحونة بالضغط، مشحونة بالتوتر، مشحونة بالخوف، مشحونة يمكن بالصراخ، وهذا قلت لك يخلي الطفل هذا ينحبط، يخلي الطفل هذا يكون في حالة كآبة. لأنه احنا نشوفوا المناعة الفيزيولوجية تاعنا تتعامل مع المشاعر، إلا أنا كنت في مرحلة خوف المناعة الفيزيولوجية تاعي تحبط، وبالتالي أنا ما نكونش يعني جسدي ما يكونش يتوافق مع الفكر تاعي، وبالتالي ما نكونش يعني متفوق كالعادة. نعم. كلش نتائج تاعي نفس الشيء. لما نكون مرتاحة نخدم بثقة وبارتياح، والعقل الباطن تاعي الذاكرة البعيدة المدى تاعي رايحة تحس بالارتياح وتعطيني كل المعلومات المصدرة. لكن لما تحس بهذا التوتر وهذا الخوف لا، ما يكونش عندي هذاك، لأنه تركز كثير على حماية الجسد وعلى وبالعكس لأنها تقدم لك المعلومات اللي راك تبحث عليهم. جميل. كيف يجب أن نتعامل مع هذا النوع من الأطفال الذين في حال هناك امتحان يصيبهم نوبة خوف، نوبة قلق، كيف يجب أن نتعامل معهم؟ الأطفال خاصة التحضير المقبل القبلي للامتحانات. عندنا نستعين بالجو، يعني خلق جو صحي. جو صحي يعني بيت هادئ، أم كما قال مستقبلة بهدوء، يعني هي مش رايحة تزيد التأطير ومش حتزيد هذاك التوتر، هي تتحكم في نفسها باش ما توصلش الابن تاعها ولا الاولاد تاعها عفوا هذاك التوتر. ايضا نستعين بالاكل الصحي، نستعين بالشرب. الماء مهم جدا للعقل، المهم جدا حتى يخلي هذا الطفل هذايا يكون مرتاح. ايضا عندنا قلنا النوم، قلنا الاكل، قلنا الشرب الصحي. ايضا انه الطفل يمكن انه يديروا له بعض من الحركات، يعني حركات رياضيه. على الاقل الا انا ما نقدرش ندي وليدي اللي يدير حركات رياضيه، يروح يدير كما قال نخرجوا انا في لاسيتي، يروح يمشي شويه، حيخليه كما قال يرتاح. ايضا نحفزه ونفهمه بليك هذا الشيء عادي. نعم. بليك هو قادر، بليك هذا الامر بسيط جدا، يلا نشوف مع بعض، بليك نستعين بمثلا الاخوه حتى يساعدوه ويحفزوه، نخلق له هذيك كما قال الارتياحيه بداخله. نعم. ونخلق له هذاك الكلام المحفز، وبالتالي هو رايح يرتاح، وان شاء الله رايح يكون عنده نتائج التي يعني نقول نقدروا نفهموا انه زرع الثقه في أكيد في زرع الثقه، زرع الثقه هي المفتاح الاساسي. اكيد الثقه جوهره. جميله. كيف اليوم هل اصبح من الضروري ان نغير نظره الامتحانات للتلاميذ؟ الجميع يعني يربط انه المدرسه هي نتائج امتحانات ارضاء الوالدين. اليوم كيف يجب ان نغير هذه النظره؟ نعم، للاسف كاين بعض الاولياء تشوفهم يشوفوا بلك الامتحان يعني هو هما، يعني الامتحان متعلق بهم هما. نعم. تلقاي الام هي اللي حت مثلا تشوفيها تروح المدرسه كلي، يعني هي اللي حت تجوز هذا الامتحان. مش الطفل تاعها، مش تشوف بلك بهذيك يعني هذاك الضغط هذاك راه يدمر في الحاله النفسيه تاع الابن. اكيد التحام. هناك بعض الاولياء اللي هما حافظين مستعدين على الامتحان اكثر من الاطفال. نعم لانه فيه رغبه شديده ملحه. نعم للاسف، ورايحه كما قال تاثر سلبا على العلاقه تاعها مع ابنها، تلقيها يعني عندها سلوكيات، عندها يمكن لفظ اللي ما يخليش الابن تاعها كطفل يعني رايح المدرسه كما نقولوا حنايا مدرستي حبيبه، يعني مكان وين اتعلم باستمتاع، اتعلم وابني صداقات وجو. نعم. لطيف، تولي يعني مكان خوف، مكان رعب، مكان معاقبه. يعني لانه الا ما كانش ما عملش مليح هذا الطفل يولي يعاقب، يولي يمكن له نظره سيئه على
قال الام هذه تاعو، وبالتالي لا، من المستحسن انه الامهات والاولياء بصفه عامه يفهموا باللي هذه المدرسه مكان للتعلم، مكان للاستمتاع، وكل طفل فريد من نوعه، كل طفل له قدرات، كل طفل عنده طريقه تصدير المعلومات. ما نضغطش على الابن تاعي، بالعكس انا اللي شفت الابن تاعي ثقيل في الاستوعاب، نعطي له اكثر وقت للمراجعة حتى يكون يحصل على النقاط المرغوبة فيه للأولياء. هذا الأمر أيضا يرهق على عاتق الوسط المدرسي، ترغيب التلاميذ في المدرسة، تحبيب الوسط المدرسي. كيف على الوسط المدرسي، الأساتذة، المدير، الجو المدرسي، جماعة، كيف يجب عليهم ترغيب وتحبيب المدرسة للتلاميذ اليوم؟ على الأساتذة أن يكونوا أكثر دبلوماسية وأكثر بيداغوجية، يعني يستعينوا بالبيداغوجية حتى يخليه الطفل هذا يحب. احنا نعرفوا سلمى، لما الطفل يحب الأستاذة صدقيني راهو رايح يجتهد، راهو رايح يعمل. لما الأستاذة تخوف هذا الطفل، لما الأستاذة توبخ هذا الطفل أمام المجموعة، راهو رايح بالعكس يقول يشوفها ينفر من المادة، ينفر من المدرسة. وبالتالي ما يكونش هذا الطفل هذا يمكن هو تلقاياه كثير ذكي. احنا نشوفه في المجتمع تاعنا بلي كاين اشخاص الحمد لله عندهم ذكاء، بصح ما كانش عندهم الفرصه باش يكملوا المشوار الدراسي تاعهم الراجع للاسلوب تاع الاستاذه ولا اسلوب التعامل مع الاطفال في المدرسه. لكن الحمد لله الان الامر تحسن أكيد. والجميع ادرى بانه الحاله النفسيه للطفل مهمه جدا، وخلق البيئة والجو المناسب أو رايح يساعد الأستاذ والتلاميذ على المعاملة مع بعضهم. أكيد كنت قلتي أنه كل طفل يختلف عن طفل، أكيد. كل تلميذ يختلف عن آخر. هناك تلاميذ ممكن يكونوا ناجحين في اللغات، ممكن تلاميذ يكونوا ناجحين في الرياضيات، ممكن آخرين يكونوا ناجحين في الرسم وفي الرياضة. كيف يجب أن يتعامل الأولياء خاصة في هذه الفترة من الامتحانات، أنهم يركزوا لهم على نقاط قوتهم ونوعا ما يتساهلوا في نقاط ضعفهم من أجل أنهم ما ينفروش التلميذ من المدرسة؟ نعم، على الأولياء كما كنا قلنا من قبل سلمى، انهم يركزوا على الجانب الناقص للاطفال، لانه الجانب اللي هم متفوقين فيه ما كاش كلام عليه، لكن هذاك الجانب انا ندرس كأم نشوف الابن تاعي وين راهو متفوق. خلاص صح، شفت هذه المواد مثلا الرياضيات، اللغه، مثلا الانجليزيه راهو متفوق فيهم، نشوف مثلا مواد الحفظ، نشوف الطرق اللي حتساعد ابني باش راهو رايح يستوعب، باش راهو رايح على الاقل يكون مقبول في الماده، وبالتالي راني رايح نستعمل معاه طرق جديده من قبل ما كانش هو يستعين بها. مش هذاك الحفظ اللي احنا مثلا متعودين عليه، افتح الكراس اقرا، يمكن اني لو كان نستعين بالكتابه يكتب هذيك الفقره يستوعبها، نشرح حاله بطريقه اخرى، نشوف مثلا استعين باليوتيوب ولا باستاذه اخرى في الماده عندها طريقه اخرى، حنسهل ابني انه يستوعب وانه يتحصل على نتائج مقبوله في الماده. يعني الطرق الأخرى، يعني نبدع في طريقة تعليم ابني ولا في طريقة تحفيظ ابني للمادة. أكيد كل حسب الطريقة اللي تساهم واللي تساعد له. صحيح، لأنه كل واحد عنده الاستوعاب تاعه يختلف. اليوم تبدأ الامتحانات في بعض المدارس وفي بعض المدارس وفي بعض المدارس أخرى ينطلقون يوم الثلاثاء إن شاء الله. كيف يجب على الأم والأولياء استقبال التلاميذ بعد الامتحان؟ هذه شوفي نقطة مهمة جدا، لأنه الأولياء لما يعني الأبناء تاعهم يروحوا الامتحانات الصباح تلقاهم متوترين ويستنوا بفارق الصبر العودة. لما الأطفال يعودون، حنايا سؤال بسيط، كيفاش كان الامتحان تاعك؟ خدمت؟ خلاص ساي، لا قالك ماما خدمت، ساي نجوزوا لحاجة واحدة أخرى، نركزوا على الامتحان اللي راهو جاي، ما نعودوش ندقوا وكما قال نخلقوا يعني هذاك التوتر مجددا في النفوس تاع الاطفال تاعنا. لا، ولا الطفل كان قال لك ماما شويه ما مانيش عارف، ما بتدخ ما خدمتش مليح، ولا لهنا لازم نكون واعيه ونقول معليش ابني انا متاكده انك انت درت
كامل البوسيبل تاعك، حطيت كامل القدرات تاعك ومازال كاين امتحانات اخرى. هنايا باش نوري لابني بليك انا احتويك، بليك انا معي، عندك الامل، بليك انت تقدر ومازال عندك كما قال فرص واحده اخرى حتى تحسن. اكيد، وتضع الثقه في اكيد في التلميذ وفي الابن تاعك. اكيد نعم. جميلة جدا خديجة بوغندقجية تواري، شكرا لك على كل لكم. هذه المعلومات وعلى كل سلام. هذه المرافقة للتلميذ، وأكيد نتمنى لأبنائنا التلاميذ التوفيق والنجاح في الامتحان جميعا. أكيد، شكرا لك يا خديجة، يعطيك صحة. إذن مشاهدينا، كانت هذه هي فقرة ضيف الغرفة لنهار اليوم. بقيت فقرات غرفة الأخبار متواصلة بعد هذا الفاصل.